السلام عليكم. الحمد لله ربي يطلق صراحي، شكرا على الدعوه، لكن والله على الادعيه تاعكم بصح، والله العظيم غير حقره تاع صح. شوفوا يا جماعه، انايا جيت نتفرج الماتش مولوديه الجديده تاع المغرب، ودرت بوندرول كما شفتوها محاوه، دخلوا حتى البورطاب تاعي ومحاوه، درت بوندرول مكتوبه فيها الجزائر اشرف منك انت الملك السادس محمد السادس ملك المغرب الخنزير الصهيوني عميل اسرائيل، ودرت تصويره تاع محمد السادس، ودرت الخنزير، ودرت العلم تاعهم. جيت داخله الاستاد، ما دخلش الاستاد، عاد داخله فركتوني لقاوها عندي، قال لي تاع من هذه، قلت لهم تاعي انا، وكان معايا واحد مسكين وصلني سموه يوسف صايب، مع صاحبه لا علاقه. واش الخدمه؟ شكون اللي خدمها لينا؟ خدمتها لي لابوليس، ونقولها ونعاودها، ودوك ندير نداء للهامل. واش قالوا لا لابوليس؟ مادام روح جبدي شويه منا نحاولي البوندرول. ومن بعد اش قالوا لي؟ مادام نستناو في القياده. جات القياده، شكون؟ ركبي معنا مادام بوليس ان كوميسير دي رونسينيمون جينيرو. ركبني ظريف ما شاء الله، انسان طيب، اي مو اسكورتي جوسكا شراقة بوست بوليس تاع شراقة. دخلت حطوني في البيرو، الحق قيموني بيان ايتو. درت البروسي في الاول، قال لي اون فا فير اكزامان دو دوسي، اكزامان سيتوياسيون كيما يقولوا اكزامان سيتوياسيون. دونك نحاولنا الاسم واللقب ايتو سكي سونسوي، وانا اقول دوك يطلقونا، باسكو نورمالمون ما درنا والو، ما دخلناش بها الداخل. ديجا انا نهضر على روحي، ونورمالمون القانون تاع لا فيديراسيون تاع لا فيفا في العالم، اي واحد يجي داخل الاستاد وكاين اشياء ممنوعه تدخلها كيما لي بوندرول كيما لي فيميجان كيما هذوك، يقول لك مادام فو ليسي سا دو كوتي اي فو رونتري او استاد. هما نو، هما شرعوا لي يا جماعه، حبطوني، داروا لي، جوزوني البي ام بي جي. بون مصغر كانوا ظراف، خي على بالكم لابوليس دائما يكونوا ظراف اون جينيرال بور اكستورسي لي فو ليسونسييل. انا ما كنتش ظن كاع بلي نروح نقرضا في، قالوا لي سيريا مدام راكي مع خاوتك، سيريا مدام، جابوا لي قهوه ايتو، ولا على بالك شنو هذه الزيت لا 40 يعيطوا لها. جي كوبيري، جي في مون ترافاي اونطونك سيتويان، الشرطه في خدمه المواطن، والمواطن في خدمه الشرطه، ولونكيت ما كان حتى اشكال. داو لي البورطاب تاعي، شوز كي نورمال، بصح ما عندوش دروا يمحي واش كاين داخل، شوز كي نورمال. داو لي البورطاب تاعي، قال لك دوكا تروحي كاردافي، كاردافي 48 ساعه، معليش كاردافي وين داوني؟ داوني عند البولفار تاع ميروش، جيت لا غروند بوست، دخلت استقبلوني ثاني ما شاء الله، سورتو لي جون هذوك تاع لا كاردافي ما شاء الله، لي دو بوليسيير سناء ولطيفه، ولي دي بوليسي، قريت الحقوق تاعي. وشنو؟ جي با يو لو دووا ني لا فيزيت ني ان كوت فيل ني ان افوكا سور بلاس. ابري قال لك لازم تقرا القانون ا بارتير دو 48ام لا كاردافي تاع 48ام اور. بون حنا نحترموا ماشي مشكل، ان توكا جيتي بيان تريتي لا كاردافي ما شاء الله. مطرح درانقي لينا كامله، ماشي انا، كنا واحد سبعه، درانقي قمه كاع، يشرو لنا الماكله ايتو. ابري جاو داوني عستا. انا درك المشكل هو وين راه المشكل هذا؟ المشكل راهو كيفاش حتى ركبتوا لي القضيه هذه. كاسكي يا اي تخوا زيتاب، كان ثلاث مراحل. المرحله الاولى انكم خدعتوني، قلتوا لي ركبي في الطونوبيل راح نهضروا معاك. المرحله الثانيه انني لحقت عند في البوست بوليس تاع شراقه، قلتوا لي مادام راح نديروا الاجراءات، ومن بعد درتوا لي ركبتوا لي قضيه. افهموها كيما تحبوا، الجزائر صعيبه بزاف. هذه وشنو هذه؟ وزاره الداخليه. مالك انا بيمن جيت هنايا؟ قلت انا بالك ربي فاصون، اللي داير الخير ان شاء الله ما يلقى غير الخير. وكاين الجزائر في البلاد هذه، ولا بوليس، نقول لكم حاجه، لا بوليس دوك ندير نداء لها من منها، لا بوليس كيما يقول لك الكرش جيب السباغ والدباغ، لا بوليس فيهم وعليهم. وانايا راح نولي الموضوع جدا مهم جدا، هو وشنو هو؟ كاين جماعه في لا بوليس حبوا يديروا لي شلبله، فهموها كيما نتوما، باسكو جو في دير اون فرونسي مانو، ايزون ايسي دي ميكستورسي دي فو، ils m'ont manipulé, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, القضية أصبحت عند العدالة. العدالة جيت ليها، heureusement العدالة مستقلة على وزارة الداخلية وعلى الحكومة، مستقلة الحمد لله. دخلت، j'ai vu que des gens compétents. Le procureur, ما شاء الله. Le PVT تاعي باني مازال ما شفتوش. normalement راني سنيت. شوفوا يا جماعة الخير، راه مسيني ولي دو بي في، قال لك واحد يروح بروكيرور وواحد يقعد عندنا، وانايا هذاك البي في واحده ونص، والاخر هو كومبلي. جيسبر الكومبلي، باسكو انا طلبت
طلبت سماح من السلطة اللي ديرونجيتها، شوز كي نورمال. انا ما على باليش باللي ما عندكش الدروات تدخل بالبوندرول، بصح هذه البوندرول صح ما عنديش الدروات باسكو راه يقول لك القانون يحاسب عليها. بصح انا راني حايره في روحي، انا واش سبيت؟ انا سبيت حسن محمد السادس، سبيت الملك تاعهم، ما سبيتش الشعب. حبيت نجوز له ميساج باسكو هو شنو قلت لكم في اللايف اللي درتو في سطيف، قلت لكم باللي راه حبوا يقيسوا الجزائر. بصح انا درك عرفت باللي نو، حسيت روحي راني في المروك كي كنت في الكاردافي بليتو، كي كنت عند لابوليس حسيت روحي راني في المروك، والقضيه اللي لبسوها لي وكانني لست في الجزائر وانما في المغرب الاقصى. واش نقول لكم؟ انا نقول لكم هكذا الجزائر تكافئ ابنائها حينما يدافعون عنها. لكن الحمد لله كاين ربي هو العادل، وكاين الناس تاع العداله اللي راهم قايمين عليها. وانا جي توجور يو لو ريسبي اطيب لوح. مانو حاجه مهمه، جو في ابل ال هامل مسيو الهامل، فو كي ديريكتور دو لا دي جي اس ان، تا هو المسؤول تاع الامن لا دي جي اس ان، لا ديريكسيون جينيرال دو لا سورتي تاع تلفت لي العربيه كاع. المهم تا هو المسؤول تاع لا دي جي اس ان. دونك ماذا بيك تروح تشوف شرا صاري في لي لوكو تاعك، باسكو استفزوني سورتو لو كوميسير، باسكو قبل كي خرج من الكاردافي معليش يحكم التليفون تاعو. بعث انا ميساج بعثته كي كنت في الطوموبيل باللي قلت لهم راني كنت كاردافي 34 ساعه ومن حقي، باسكو لحد الان واحد ما كان على باله باللي وراني، ما خلاونيش ميم با نتصل بالعائله تاعي، على الاقل يعرفوني. اون بلوس جي مون فرير هنا في عين بنيان في لا مدرك، ما قدرتش ميم با نتصل به. ليسونسييل انا جو في ان ابل مسيو مهامل، فيني فوار سكي سباس دون لي لوكو، روحوا تشوفوا في بعض الشرط واش كاينه. دونك في بعض لي بيغو تاع لا بوليس، وسورتو الكوميسير تاع شراقه هذا اللي سمعني واللي دار لي الدوسي واللي ركب لي القضيه. نقول لك واش دار مقبل مسيو الهامل، الي تالي رونتري دون مون تيليفون الى افاسي دي دوني، وهذا لا يحق له. انا على بالي بلي لو بورتابل الي ريكيسيسيوني بور لونكيت، فوز افي لو دووا دو غاردي مون بورتابل بور لونكيت، مون فو نافي با لو دووا دي افاسي دي دوني باسكو سي مي دوني ا موا. ونقول لك واش دار هو فصل الميساج لي زعما بعثته انايا اللي فيه لا بلاك هذيك اللي فيه واش كتبت وعلاه ديتوني فصلها. معليش انا نعاود نبيبليها وعندي لا بروف بلي فصلها، باسكو قعدت هو وحابس شويه في راسه. نقول لك علاه؟ باسكو الناس بارطاجيوها، دونك عندي لا بروف بلي تبيبليات وهو انا حالي. بصح نقول لكم حاجه، نزيد نعاود لكم، انتوما ما تخافوش من ربي، حتى هو الكوميسير تاع شراقه ما تخافش من ربي وتخاف من البورطابل. حكمتك في لاكرون تتخبوا تقول لهم باسكو راني ساعه وانا ننبح مسيو الهامل ساعه، اكسكوزي موا ديكسبريسيون جاريت با دو دير سيل فو بلي دوني مون بورتاج جو بارل افيك ما في الا 11 ans فما راح داسنا ما سمعتنيش 48 ساعه. هذا كاع على جال الجزائر. انا صح قالوا لي حطي الجزائر ما تخافيش، وجيت انا اوموا عندي شجاعه، جيت باسكو على بالي بلي كاين الرجال واقفين، وهنا في الجزائر ولاو ما يحبوش الرجال. بصح انايا ان مومون افهم يا الفهم، حسيت روحي في المروك باسكو جي لامبريسيون لا موتي تاع الحكومه اصلهم مروكي. منين نبدا لك من رئيس الجمهوريه، زايد في وجده جزائري لا علينا، نبدا لك من ثاني رجل في الجزائر، من هو؟ عبد القادر بن صالح. من هو؟ رئيس مجلس الامه. لو كان غدوه رئيس الجمهوريه يتوفى ولا نتوفى انا ولا يتوفى رئيس الجمهوريه 45 يوم يحكمها شكون؟ بن صالح عبد القادر في 1979 الى كوا الى اون ناسيوناليتي الجيريان، دونك سيت ان ماروكان. نص تاع الولات مرار دوريجين عايشين في المروك وزايدين في المروك. وزيرة التربية والتعليم، خلي انتم كاع على بالكم واش راني نهضر، على بالكم كاع واش راني نهضر، وعلى بالكم كاع واش راهم صاير، بصح ما على باليش بلي ماكم تحبوش الرجال ونسى. مي انا جزائرية حرة وما نخافش، لدي حقوق وواجبات. نشكر الناس اللي وقفوا معايا اللي دعوا لي، وما عندي حتى واحد يقول لي تهضر هكذا باسكو عندها جينيرال ولا تعرف فلان ولا، انا ما نعرف حتى واحد. انا نعرف ربي، كما يقول لك انا نعرف ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، انا نعرف الله عز وجل، ونعرف بلي كاين رجال راهم ساهرين على هذه البلاد، وانا حقي جزائريه، حقي جزائري نهضر واش حبيت. هذه هي حريه التعبير. بصح انتوما اليوم برهنتولي، انتوما هذيك الفئه تاع الشرطه، فوما في ليزي حقرتوني وركبتوا لي قضيه ما عندها حتى معنى. ولي درك واش عندي استدعاء؟ تشوفي الاستدعاء تاعي، واش عطاتني المحكمه؟ عطاتني استدعاء، شكرا. او الاستدعاء يا جماعه، ها دوك نبيبليي هاوليك استدعاء سيدة بلما صوفيا، المطلوب منكم الحضور يوم 24 جوان 2018 على الساعة 10 صباحا لحضور إلى جلسة الجنح
بصفتكم متهمة. الموضوع عرقلة سير الحسن للترتيبات الأمنية والحيازة العاب النارية. أنا ديجا ما كانش عندي في ميجان هذه ما كانش منها كاع في محيط منشأة رياضية بمناسبة تظاهرات رياضية. ولا هاي ليك إن شاء الله نجي المواجهة ونجي بيسير نجي بيسير نجي بلادي ونجي والله ما تخرجوني منها والله العظيم انتوما يا القراقوس اللي راكم تحكموا فينا والله ما نخرج بالجزائر غير يا لو كان تقطعوا لي رقبتي فهمتوا. وتحيه الجزائر وشكرا جزيلا للناس اللي دعونا بالخير وبارطاجيو الماكسيموم. جزاكم الله خيرا دمتم في رعايه الله وحفظه. المجد والخلود لشهدائنا الابرار.